التهويجه والمزاج العالي. ايه الحكايه؟ هنعرفها من نازل السوري والخلطه او التحويجه والسر في الحاجات اللي اتحطت. هي ايه؟ هنعرفها من نازل. ازيك يا مازن؟ ازيك؟ عامل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله. قول لي بقى انت حطيت ايه؟ حطينا دلوقتي توليفه بن اللي هو بن المحوج. هعمل بن محوج دلوقتي. التحويجه هي عباره عن حبهان وزر. البن الاول النوع البن ايه؟ البن برازيلي ومولف. احنا مولفينه عشان يديك الوش والطعم بنولفه برازيلي وبنولف حاجات تانية. دي سر الصنعه بقى. ايه بقى الحاجات التانية اللي حطيناها دي؟ حطينا حبهان للتوليفه. حطينا جوز الطيب اللي بتقول عليه هيل. هيل ايوه بنقول عنه هيل. هيل وجوز الطيب بلح الطيب. جميل. حطينا عليه جرونفول. حطينا عليه زر ورد اللي هو ورد مجفف. ورد مجفف بيديك تيست جميل قوي في. واللي كسرته ده ايه؟ دي جوز الطيب بنكسرها فريش. ما بنجيبش حاجه مطحونه عشان المطحون مركود. احنا بنجيب جوز الطيب زي ما انت شايف. الوزن عندنا قد ايه؟ تقريبا نص كيلو. تقريبا نص كيلو. احنا وسرك برضو بالتحويجه. سر دي انا ما شفتك ما وزنتش بقى الحاجات اللي انت حطيتها باليد. باليد انا اخد باليد عشان انا عارف سر الصنعه. سر الصنعه دي باليد. احنا نحن عادي التحويجه متورث. المهنه دي متورثه عن الاجداد. ايوه متورث عن الاجداد طبعا. السوريين يا جماعه بيبدعوا في كل حاجه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الحبهان ما شاء الله. هنطحن. هنطحن. المطحنه تطحن على اي حاجه ولا بس المحوجه؟ لا نطحن عليها اي حاجه بس ما نطحنش عليها اللي هي الحاجات الثانيه غير البن عشان ما تكرفش. نطحن المحوج ونطحن الساده. هم دول الاثنين. يعني زي فيش دي النتيجه حضراتكم. الصنعه وسر الصنعه والتحويجه البن. وعرفنا المقادير وعرفنا بنعمل ايه. ومازن السوري عرفنا هو بيعمل ايه. ودي النتيجه في النهائيه للبن المحوج. ولسه خليكم معانا وهنعرف ايه الحكايه مع مازن السوري وحكايه البن المحول وسر الصنعه. والمصريين اصحاب المزاج يخلوهم معانا يعرفوا ايه حكايه البن المحول. ادي بسم الله ما شاء الله الريحه باينه. باينه خالص. باينه فعلا. باينه الهيل والجوزبيب باينه فيها والورد والقرنفل نفس الشيء. ادي في النهايه هنعمل لكم كوبايه ونوريكم الوش. جميل. الوش بتاعها هنعملها على ماكينه الاوكا اللي هي ايه. مساء الفل عليك. ماشي يا ابو محمد. شوف محمد بس. ابو محمد ورينا بقى ايه. ابو كريم. المقادير حسب المزاج. لا هي الكوبايه 13 جرام هي لا المقادير بقى يعني السكر والكلام ده. طبعا حسب المزاج. بياخدها زياده. بياخدها ساده. بياخدها مثلا فوق الزياده مانو. بياخدها كاستيتا. يعني البن على حسب رغبه الزبون. نسمع ابو كريم. هو على حسب الزبون. انت تعمل ابو كريم هيتكلم. رغبه الزبون. هو مثلا عايزها ساده عايزها زياده عايزها مانو على حسب رغبه الزبون يعني. طب في حاجه يعني شايف سبرتيه عندك دي للديكور ولا بتشتغل عليها برضه؟ دي بشتغل عليها برضه. دي جديده. دي لسه جايبينها جديده. ليها ثلاث زي نظام من بتاع العده بتاعتها. كمان ليها كوبايات ولا حاجات. الكبيره واللي هي اللي احكي لي بقى. قول لي بقى هو بيعمل ايه دلوقتي. هو دلوقتي هيعمل لك القهوه اللي هي انت اللي عملها لك التحويجه دلوقتي. جميل. اللي هو عملها لك حبهان و وجوز طيب وجوز طيب و وزر ورد وهني وزر ورد و ورنفل ورنفل وبرضه احنا عندنا مكنه ثانيه للاسبريسو برضه. دي خاصه دي للاسبريسو. جميل جدا. خلينا في الكوبايه. ماشي. كوبايه المزاج. كم دقيقه بتحصل؟ دي على حسب ممكن دقيقه ونص دقيقتين. يعني ما بتكملش يعني المكنه في الانجاز دي يعني. هذه بتطلع القهوه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله ريحه باينه. دي ريحتها فعلا طلعت. ريحتها جميله فعلا. بص الوش بص الكريمه.
يعني تشرب كوبايه بن من اولها لاخرها بن، ما تشربش الوش وبعدها ميه. لا ده هو ده يعني خدنا منه يا جماعه، دي التوليفه اللي حصلت دلوقتي او التحويجه زي ما بيقولوا. التحويجه زي ما بيقولوا. يعني سر الصنعه بيختلف من المصريين للسوريين؟ هو تقريبا في اختلاف. في ناس بتحط البن ذكر، في ناس بتحوجها بالبن ذكر. في نحن ما بنشتغلش الشغل ده. نحن بنحوجها حاجه اللي نحن متعودين عليها والزبون تعود عليها. عليها طلب عند المصريين اكثر. عليها طلب طبعا، هي والبن الساده برضو مطلوب عندنا صراحه. انت يا سوريا تبهروني في كل شيء. حلويات موجود ما شاء الله، بن موجود ما شاء الله، اكل موجود ما شاء الله، كل حاجه سوريين ما شاء الله، ربنا يعينكم بجد. الله يكرمك يا رب. تعالى بقى قول لي بقى مازن انواع البن اللي عندك بقى. دي التحويجه، دي التحويجه ماشي، دي التحويجه اللي احنا قلنا اللي خدنا منها ايوه. عندنا قصة طيب زي ما انت شفته، انا حطيتها فريش. عندنا زر ورد، عندنا جرونفول كله حب، والهيل والهيل وادي الهيل اهو اللي هو ايه، حبهان حبهان، نحن بنقول له هيل. طب ده الخام كده، خام محمص عندنا مخزن ورا في محمص عشان المكان ضيق هنا. جميل. ده البن الغامق. قبل ما نقول البن، ايه الالوان دي بتيجي ازاي؟ بتيجي حسب التحميصه. حبيت البن برازيلي طلع لك، بس هي بتطلع ايه، نحن بنحمصها حسب الزبون عاوز ايه. في زبون بيحب الغامق، ده الغامق ده يعني مش ده البن بيجي كده، لا بيجي اخضر اهو. هنوريه له. طب نكمل معانا. نشوف الاخضر، وده ايه؟ ده بن كولومبي. ده بن كولومبي برضه بيجي اخضر نفس الشيء. بيجي اخضر ونحن بنحمصه. حلو. وده ايه؟ ده حبشي. ده حبشي. ده الاخضر يا جماعه. ده الاخضر. طب خليها على الكونتر هنشوف دلوقتي. وده حبشي، ده برازيلي. بنحمصه برضه وسط اهو، اللون باين. ده الوسط. وده برازيلي مع التوليفه. ايه التوليفه بقى؟ التوليفه دي سر الصنعه، ما نقدرش نقولها لانه ليها ما تخافش مش هقول لحد. دي فيها ثلاث انواع بن. ممكن تقلل فودنا عشان ما اقولش لحد. لا دي فيها ثلاث انواع بن. حاجه للوش وحاجه للطعم. وش القهوه في بنايه تديك وش بس ما تديكش طعم. وده ايه؟ هو ذاته ده نفس الشيء. كله نفس الشيء. دول نفس ال، وريني كده بقى. ده الاخضر. ده الاخضر اهو. وريني كده اهو فرده. يعني كده بيجي اخضر. ده بعد التحميص. ده بعد التحميص بيجي اخضر. نحن كل البن ايا كان مركبه كله بيجي اخضر. نحن بنحمصه حسب ان احنا استهلاكنا محتاجين وسط، حسب الزبون ما يطلب. طبعا في توليفه خاصه. تعال نطلع بره شويه. طبعا. في توليفه خاصه لزبون معين بيجي لك يقول لك عليها. في توليفه عندنا، توليفه اسمها توليفه السبيشال. يعني تعال جاد، تعال جاد يا ابو نصر. يعني في يعني زبون بيطلب حاجه معينه. في زبون بيقول لك بلاش جرونفول مثلا، في زبون بيقول لك بلاش جوست الطيب. حسب الزبون. ده التحويجه. ده انواع البن بقى. ده بندق. ده ايه؟ دي شوكولاته. بالشوكولاته. بن بالشوكولاته. دي بالبندق. بندق. ده نسكافيه. ده قهوه السعودي معروفه. قهوه السعودي الناس عارفينها دي. اللي بيشربوها بالتمر. ايوه بيشربوها بالتمر. دي صافيه، بن صافي. ده بن اخضر، ده بتاع التخسيس بقى. ايوه حتى البن فيه تخسيس. طبعا البن الاخضر ده بتاع التخسيس، يتغلى الصبح. ايوه يتشرب على الريق. يتشرب على الريق يتغلى بدون سكر. يتغلى ويتحط ويتصفى. ممكن تحط له معلقه عسل، ممكن تضيف له انت بقى، انت ومزاجك. وده ايه؟ ده كاكاو خام. كاكاو خام. خام. في قشر كاكاو، في حاجه اسمها قشر كاكاو، في حاجه اسمها كاكاو خام. ده كاكاو خام. والثلاثة اللي هناك دول ايه؟ عندنا مش مهم نجيبهم، مش مهم نجيبهم. عندنا البندق. ببندق. نفس اللي احنا شفناه. أيوة. والابيض ده؟ عندنا الكابتشينو. ده بالحليب؟ ده بالحليب. وعندنا عشان فاتح شوية. ايوه وعندنا الفرنساوي وعندنا الموكا، عندنا كل حاجة مطلوبة. وكمان لقيت عندكم مكسرات. ايوه عندنا مكسرات. هذه المكسرات. السوريين مشهورين بالمكسرات. طبعا. احلى مكسرات عندنا. بص هذه كلها فريش. ده فستق حلبي؟ ده فستق حلبي. فستق اخضر حلبي. ده كاجو. كاجو. ده العين الجمل. دي الذره المتحمصه بالجبنه. عندنا اللوز المحمص. عندنا السوداني بالعسل. حلو. عندنا الشوكوبوم، عندنا السوداني بالشوكولاته، عندنا السوداني السوداني اللبناني يتسمى ده. انتوا اصحاب المزاج. ما شاء الله عليكم. جد. الله جد. ويجي بقى الحلويات بانواعها بقى.
حبينا شوكولاتات. خلينا في البن. فضل. يعني البن بانواعه وشكله ولونه وطعمه مختلف. طبعا اكتر حاجه بيستهلكها الزبون المصري والاجنبي بما ان احنا مدينه سياحيه، اكتر حاجه بيحبوها ايه؟ الاجنبي بيحب الكولومبي. الكولومبي عشان هو بيشربوا امريكان كوفي. فالكولومبي فيه حموضه، فيه سنه حموضه. بيحب الطعم ده مر شويه. مر شويه عندك البرازيلي برضو بيحبوه. المصري بيحب الفاتح. الفتة بقى والمحاوج بقى والكلام ده. بقى كان سادة وكان محاوج. حبيت البن بين السادة والمحاوج هي هي. أي. السادة والمحاوج البناية هي هي، بس تفرق التحويجة. أما نوع كنوع بن هو هو. يعني معلومات جميلة وكنا يعني ممتنين معاك في اللايف. حاجة جميلة مازن، وكنا مع مازن السوري وعرفتنا سر التحويجة اللي ما شرد يقولها لنا. وعرفنا أنواع البن وأنواع وشكله. وكمان شفنا التحويجة بتعمل من جوز الطيب وزر الورد والقرنفل والهيل اللي هو الحبهان وانواع كتير من البن. شكرا لحضراتكم مشاهدي متابعي. لسه في حاجات جديده عندنا في المساعده برضه. زي ايه؟ يعني هيجيب مثلا سبيشال وهيجيب جديده انواع كتير يعني. انواع كتير وهيشتغل يعني في زمان سنه بره على البن المعين اللي ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا لحضراتكم. شفنا البن وانواعه وكمان ازاي بيتطحن وازاي بيتحول، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وامنه. مشاهدينا متابعين مصر البشر، مع السلامه.